عشان نحاول نقدم حقيقه هو رقم بدايه تقديم التجاره هذه في قطاع الخدمات الرائعه والطيب، باش نحاول نقدموا للزكي اللي حصلنا عليها وكيما نقولوها ربما بعاميه زبده في الزبده نتاع النتائج نتاعنا خلال الموسم. به البرنامج نتاعنا هذا هو قسم المكافحه المدمجه للتلفات الزراعيه اللي كان نصح فيه سي معاذ خفاخ وفي مالوريزمون خرجت من انستيتي. وليت انا نصف القسم هذايا. دونك القسم هذايا عندنا ثلاثه مصالح اذا كان صح التعبير ولا ثلاثه برامج. البرنامج الاول هو التحكم في الامراض الزراعيه اللي كان يشرف عليه كذلك سي معاذ خفاخ، وتوا معاها الناس كريمه طاهر وهي من بعد مش تتدخل وتقدم مداخله في الموضوع هذايا، ويعرف حاضر معنا سي معاذ ان شاء الله في الديسكسيون اخرى الحوار. بون البرنامج الثاني هو التحكم في الاعشاب الضارة واللي ماذا نتكلم فيها انا ومعي زميلتي نعيمه بالبحر حاضره حاضره معايا، وكذلك البرنامج الثالث هو التحكم في الحشرات الضاره مكلفه به ناسا خالص قنطي. البرنامج هذا الحقيقه جديد دخلنا عنده عامين في الانستيتي، ربما لمضيق الوقت ما نجمش نقدم انه فيه حاجه في البرنامج تاعو. بين البرنامج العام اول حاجه تاع القسم نتاعي كيفاش عمل خطه تطبيقيه ولا تجارب هي ميدانيه نعمل فيها عند الفلاحه ولا في المحافظه تاعنا، كذلك تقدير الفلاحين والتكوين والاعلام في مختلف المجالات الخاصه بنا هي الامراض ولا الاعشاب الضاره كذلك الحشرات. برنامج الاشعاع من البرنامج هذايا يقع في التنسيق مع لي سي ار دي مع الاطاق ربما مع تكون مبنى تكوين ان شاء الله نعمل برنامج تاعو. وكذلك عندنا انجاز تحيين الخرائط كيف مرض السيرتوريا مرض الفيزاريوس والبروم والمجهور المستعصي نشوفوا بها بعض النتائج، واللي هذا العنصر هذايا هو جديد. كذلك تاثير الطلبه في اطار التخرج معنا تاع مشاريع تخرج مرحله تقني ثاني مرحله مهندس وكذلك مرحله ماستر في مختلف المواضيع الخاصه بالافات الزراعيه. كذلك عندنا الاتفاقيات مشاريع بحث كيف اتفاقيه مع دينار مع ديرات مع بعض ربما الشركات الخاصه، كذلك انجاز مدعمات فنيه خاصه بالامراض وبالبرومو، ثم بعض المطبيات موجوده في الكتابه الاخيره. مش نحاول نقدم اهم النتائج نتاع برنامج التحكم في الامراض الفطريه. الحقيقه هو البرنامج كما قلت ثري ومتنوع، لكن احنا مش نعتمدوا على ثلاث عناصر اللي ثم هي مكافحه عشب البروم. شوفوا شنو هو صحيح ثم نتائج موجوده عندنا تو مركز فن الحبوب نخدموا خدمه حتى قبل بروجي مع ليناتم وديفونس ودي جي بي ار ثم نتائج، لكن ثم ديما دي موليكيول جدد قاعدين يدخلوا ومع المكافحه المندمجه مع الموليكيول هذا شو حابين نشوفوا الفعاليه نتاعها. مكافحه عشب النوايا ولات تطرح تساؤلات للمعلومات الغربيه سيرتو عندنا في المناطق السخونه شويه من ثم توفر الماء. عملنا تجربه امتدت احداثها اربع سنوات في كل النتائج هذول عقيم نتاع عشب البروم نتاع مكافحه عشب الدواء سون دي ريزولتا بيبليي موجودين مع شركتنا بيهم في ديسيمينار. المقاومه الاعشاب المقاومه والموضوع هذايا مطروح اصبح برك ديسكوت مع القيان وقال لي تجاوزنا البروم تجاوزنا كل شيء توا ثم حكايه الرجراء عطونا شنو عندكم باش نحاولوا لكن نضيق الوقت باش نعرفوا اهم النتائج في الموضوع هذا اللي انقسم التجارب المخبرية مع ليناب في اللابوراتوار المدى الايكولوجي وحاضرة معنا اللابوراتوار السويسي، وكذلك التجارب العقلية اللي عملناها في الضيعة النموذجية مفرتيسة باستنباط حلول ولا كيفية التصرف في العشب هذا. أون باراليل دو سا معنا مع هذا قمنا باستبيانات من عند الفلاح اللي جمعنا من عندهم العينات نتاع المنشور، ومن بعد ما عملنا التست عملنا شفنا الأسباب ربما أدت للمقاومة. دراسة نجاعة المبيدات هذا يقول القائل لازم سي جمال يحتج علينا يقول بما انك عملت نومولوغاسيون علاش تعمل؟ لا احنا كينا معناها احنا كينا نكلاسو في ديز سبيس هو ما نومولوغي سي تنربي سي ديفيكاس مي حسب العشب الضار. باغ اكزومبل انا جينا يطرح بوتيتر هذه تبقى تطرح يقول لك انا عندي مشكلة منجور وناهو البرودوي يمشي لي خير اون سيل معناها احنا كينا ماناش نعاودوا في النومولوغاسيون تاع لي برودوي. تسجيل المبيدات البرنامج هذا بالتعاون مع اداره حمايه النباتات كل عام ثم لسه تاع مبيدات تدخل نشارك في التقييم نتاعها، وكذلك عندنا المشروع نتاع مكافحه الاعشاب الضاره سي اسامه قدم اعطاء لمحه عليه بالبقوليات بالفلاح الحاضر سيرتو عندنا ان بروبليم نتاع
الاعشاب الضاره في البقوليات في البلد المباشر كذلك في التقليدي عندنا خدمه على المشروع هذا عنده العام الثاني وفيه نتائج ونصالح مزيان كبير متواصل هذا في فرنانا جندول. المحاور المودرن اللي كما قلت مانيش باش نمر على العناصر الكل نمر على بعض العناصر برنامج عشق البرون نجاح المبيدات خديت اكس وحيد هو الحقيقه الاكس نتاع مبيدات التربه سيرتو عندنا دي برودوي نستعملوهم بعد ما نظر على الحبوب وقبل ما تقطع ما يطلع الزرع دونك حابين نشوفوا البوزيسيون نتاعهم خاطر في الجيت فوتوسانيتير عندنا هنا ولا برا يقول لك من بعد الزراعه حتىش للطلع حابين نثبتوا وين تكون الافيكاسيتي البوزيسيونمون تاع البرودوي. نتائج برنامج مكافحه العشب الدوائي وكذلك برنامج التحكم في الاعشاب المقاومه وبون خلينا المنشور المقاومه. نشوفوا العناصر اليوم مكافحه العشب البرون اول حاجه الاهداف تحديد التضايعات الساعه نشوفوا البرنامج هذا الحقيقه عاونوا فينا الاخويا في المندوبيات هما اللي يمدونا بالمساحات وبالضيعات وحتى بسابي الفلاح باش كان ثم تجارب ووقع التجارب نعنوهم عند الفلاحه اللي عنده هالاشكاليه نتاع عشب البرون. كذلك بالتنسيق معهم هما يقع كل عام برنامج اشعاع للحد من خطوره عشب البرون اما معناها ارساء حقول مشاهده كما حكى سي رمضان على جاردي فاريتي وخدمنا معاه في اغلب المندوبيات كما نشوفوا لي ستاتستيك اهميه المكافحه المندمجه للعشب البرون ثم اللي يقول القائد معناها يهضر او ثم دي برودوي في كاس كما نشوفوها مش لازم انا باش نعمل حكاية التريتور تيتا دي جراي خلينا نركز على المكافحة المندمجة لأن هذيك كما تعرف عندها سلبيات على الأمراض على الفيرتيليتي دي سول. كذلك نجاح مبيدات جديدة ثم دي بروبي دخلوا من 2010 ثم دوت بروبي دخلوا في 2012 حبينا نشوفوا خاطر ديما السؤال يطرح ثم بعض الفلاح اللي مضطر ربما باش يعمل سيريات في سيريات معناها هي الحل الكيميائي هاو نجموا مجهود وين دي بروبي. كان لاحظوا تطور المساحات من 2005 ل 2004 2005 حتى 2005 المتحدث الحقيقه المساحات طلعت بريسك ب 6000 هكتار معناها من 8000 طلعت حتى 14000 هاو كما حكينا السباق معناها الفتره اللي طلعت فيها المعهد هي معناها البري تاع البلاي تاع في كل مونديال كذلك المساحات الفلاح داز وقتها معناها باش يعمل سيريال سور سيريال معناها الكور نتاع لي سوبرفيسي انفستي كونترون قاعده تزيد لكن ثم شويك من 2009 2010 بروبابلمون ممكن هذا يعود للظهور ماده فعاله اللي الحقيقه ما كانتش من عام 2000 ثم مبيد مسجل لكنش ما عادش ما عندوش النجاعه الفعاله كيف البرودوي الجديد لكن بعوامة التعدل كما شفنا في الديكور بالاعدام سي رمضان في اكتوبر عندنا 200 ملم هاك الامطار في الخريف سيرتو عوامة التعدل هذيك ساهمت الفلاح ما خاطرش يخدموا الارض بالكدير وتكون معناها المساحات عارفه الارتفاع ونظرا للتلوث والليفي معناها الانبات نتاع البروم مع الحبوب. حسب الولايات توزيع لاحظوا لي ولايه منوبه ممكن اكثر ولايه انفستي معناها ملوثه بعشب البروم هي ولايه زروير حوالي 4000 هكتار ومن بعد نجي سليانة ومنوبه كذلك باجي لكن ربما الحاجه تشجع اللي 72% من المساحات هذه هي معناها اصابات متوسطه ماهيش اصابات حاده من الاصابات الحاده 14% فقط. بون البرنامج هذا نعملوه الحقيقه بريس كل عام مع المندوبيات يا اما ندخلوا كما قلنا بالتداول الزراعي تجارب التداول الزراعي على حقول كبيره عند الفلاح اللي عندهم مشاكل البرو ولا بالتعريف بالمبيدات هذه على مساحات كبيره ماهيش على مساحات صغيره كما نشوفوا في البريس كل عام نعملوا في ال 50 تجربه كان نحسبوا بحساب الهكتار خاطر كل معامله تكون على هكتار باريزون المبيد ولا تداول زراعي تكون على هكتار في حوالي 130 140 هكتار كل عام. البرنامج هذا الحقيقه يقع التتبع نتاعو ما بين وما بين المندوبيات في مختلف الجهات وخاصه من نوع بعض العشب البرو. نشوفوا بعض النتائج معناها المكافحه المندمجه هذيك راهو حل معناها صالح لكل الافات الزراعيه لكن نحن ركزنا التجارب هذولا التداول الزراعي خلينا نوعين تاع التداول الزراعي في المنطقه عملناهم في شيرة منزلق غزاله وجومين في جومين بالاحمر الخط بالاحمر هذاك وين عملنا تداول زراعي في هناك اللي معناها موجود اكثر في المنطقه هذيك خرجنا للفلاح بقور على حبوب وعملنا في غزاله تداول زراعي فولاذي صحيح المواقع تختلف من حيث كثافه عشب البرون انفستاسيون
دو ديبار باغ اكزومبل في جومين كانت الكثافة 20 نبتة في المتر مربع، في حين كانت معناها في غزالة حوالي 7 نبتات في المتر مربع، لكن لقيناه التأثير الإيجابي للأنواع نتاع التداول الزراعي، التداول الزراعي الحل الكيميائي من غير حتى اللجوء، حل البروم بدون لجوء الحل الكيميائي، لكن تبقى الأفضلية في التأثير الثنائي على عشب البروم، خاطر كان نشوفوا الكورب بيت البونس البونت أكبر بالنسبة للتداول الزراعي الثنائي. نتعدوا للمكافحة الكيميائية كما كنت نحكي الحقيقة كما نعرفوا كان فما مادة فعالة من عام 2000 السيفوسيفيرون اللي هي قاعدة تخدم، لكن النجاعة نتاعها ما كانتش نجاعة متميزة، وبطول المدة هذه معناها ماشي وتضعف من عام لعام. كذلك فما مادة فعالة أخرى الفليكاربازون صوديوم اللي هي دخلت كان عندها عامين، صحيح هذا مبيد نجلي لكن ينصح به في استعماله على عشب البروم كي يبدأ عشب البروم في مرحلة زوز ثلاثة أوراق معناها مبكر جدا، إذا فوتوا المرحلة هذيك سيئة معناها النجاعة تضعف. والبيروكسالين هذه المادة الفعالة اللي دخلت 2009-2010 وممكن كما قلت نفسر عندها الشيطة تاع الكور ربما يرى لها هي خاطر ثم قبائل الحقيقة عليها من طرف الفلاحة، وأنت تشوف النتائج تاع النجاعة نتاعها. ثم من 2010-2011 العامين تعدوا دخلت مادة فعالة جديدة بروبو زيكاربازون صوديوم استعمل مع مرحلتين المبيدات الدولية كل يستعمل مع مرحلة واحد سوي باساج، لكن هالمبيد هذايا معناها يستعمل مع مرحلتين مع هذا الحقيقة المنصوح واستعملنا نحن في التجربة تاعنا الزيت للتثبيت. تشوفوا النتائج الحقيقة ثم مبيدات تخدم لهم على 4 سنوات ثم على 3 وثم على عامين. ممكن في المكافحة الكيميائية مبيد فات خدمت عليها على عامين ونفس النتائج فاريابيليتي كبيرة، هذه في حد ذاتها سيتنا اكيد ونجموا نقولوا للفلاح راه يستعمل هالمبيد هذا خاطر تاكدنا من النتائج. ثم مبيدات النجاعه نتاعها ضعيفه نشوفوهم كي ينبلوا من اليسار اليمين في بازون صوديوم وسيفوسيفيرون، الحقيقه كان معدل بالنظر هذاك نشوفوه المعدل نتاع السنوات نتاع النجاعه 30-45%، الحقيقه النجاعه نتاعهم كانت ضعيفه وما عادتش عندهم فاعليه سيرتو سيفيرون سيفوسيفيرون خاطر هذاك لوني مبيد نجلي ينجم نقول لك انا اليه امورجي يصير على المنجور وعلى البصيله، بار كونتر سيفوسيفيرون امورجي على البروم النجاعه نتاعها الحقيقه كان معدل في 4 سنوات 45%. البيروكسالين مع الماده الفعاله اللي معناها عملت ربما معناها تأثير إيجابي معناها على من حيث النجاعة، لاحظوا النجاعة نتاعها فاتت 90% لكن كان معدل على 4 سنوات 93.5%، وهذايا اللي وقع الحقيقة قبائل عليها برشا فلاحة. الملاحظة أن المادة الفعالة هذه اللي أمورو بيصير بروم لكن عندها معناها تأثيرات أخرى على المنجورة على المصيبة وبعض الحشائش الأخرى من تفاصيل الأوراق العريضة. المادة الفعالة الجديدة المادة الفعالة الجديدة بروبوك زيكاربازون صوديوم اللي دخلت معناها العام تعدى ولت كوميرسياليزي فعليا من عند الفلاح ولت تتباع، الحقيقة النجاعة نتاعها طيبة وثبوت 90% بلس 92% وما ثمش فاريابيليتي ما بين العوامات، هذايا الفلاح عنده شواء ما عادش برودوي واحد يحكم فيها ويقول لك غالية وما ادري شنو، عندك الشواء أول حاجة دو بوان دو في بري السوق، وثاني حاجه لا بعد ما كاينش كريت خاطر اذا كانش نبدا ماده فعاله واحد بعد 10 سنوات راني باش نطيح كيس لا ريزيستانس ولا المقاومه اللي صنعها المجهول. باهي نشوفوا بعض ما ربما نمر عليهم سريعا، معناها المواد الفعاله هذه اثبت نجاح شفنا الوزن الجاف للبروم بينها المواد البيروكسالين والبروبوك زيكاربازون صوديوم، حتى جربناها البيروكسالين مع دو فوا وقعت معناها عملت اليميناسيون كومبليت معناها للبروم 100% ديفيكاسيتي، لكن هنا كاين مشكل في التوكسيسيتي مشكل بتاتر بري ويكونومي ما نسكوش بها. كذلك بروبوك زيكاربازون صوديوم بالذات هذيك الاحمر هذيك بتوس امور اوكي وما نسكوش بها ونشوفوا معناها معناها الوزن الجاف لعشب البروم معناها قرب للصفر. كذلك نشوفوا اللي يهم الفلاح هو المردود هالمبيد هذا صحيح عطاني نجاعه لكن شنو مضاف لي انا كحب وشنو مضاف لي كمن قنطار؟ نلاحظوا اللي المبيدات الضعيفه اللي كنا نشوفوا فيها النجاعه نتاعهم ما تختلفش حتى ستاتستيكومون لي شيفر بي بي معناها ما بينها وبين الشاهد ما ثمش فوارق معنويه،
لكن المبيدات الاخرى نشوف فيها منا هذه البيروكسابيام وهذه الحقوق في الكازان صغيره هذه الدوز الامورجي حوالي 10 قنطرات معناها زياده في المقارنه بالشهر 10 قنطرات سي دو لارجون افيك 60 دينار و 60 دينار والبري تاعو زاد شويه معناها سي دو لارجون باش نحاولوا نستنتجوا من الفقره هذه المكافحه المندمجه اللي تبقى من هنا للحلول للحد من تطور رشد البلور ما خاطر عندها ايفيا على المرضية على حوايج اخرى وعلى الفيرتيليتي كما كان البلور لكن تعتبر الماده الفعاله هذه البيروكسيليام راهي عندها نجاعه عاليه على البلور وكاكين نجم نصحوا بها في الملح ماده فعاله جديده هي بروبوكسي كاربازون سوديوم عندها راهي نجاعه باهيه لكن ربما نقول معناها مش قلت هكذا لابليكاسيون ا دو ستاد هذيك هي ربما تخلي الفلاح ما يقولش عليها مي دو بوان دو في افيكاسيتي نجاعه راهي عندها نجاعه تفوت 90% وشفنا معدلات على 3 سنوات في 92% نرجع كذلك من عن نزوم موبيدات نصبر فلاح بتداول الموبيدات الفرام هذه التصدي لانتخاب اصناف مقاومه من هذا الرجل باش ما نطيحوش في نفس الاشكاليه تاع الاضراب اللي حقيقه لا ريزيستونس راهي تحقيقها في تونس ونشوفوا بعض النتائج نتائج برنامج الموبيدات العشقيه كما قلت احنا عندنا مختلف الموبيدات هومولوجي الموجودين في المارشي هومولوجي البرنامج هذا نخدم كان عن لي برودوي معناها هومولوجي الموجودين في تونس مصادق عليهم مؤشر عليهم خلينا نحقق موبيدات التربه من خلال التجارب تاعنا لقينا اشكاليه وقتاش انا باش نستعمل الموبيد خاطر كي نشوف الموبيد في التوصيلات اما لارج شويه معناها موسعه المرض بعد الانبات بعد البذر حتى مرحله التشجير ولا قبل التشجير ما طويله ياسر بالنسبه للفلاح ينجم تتر يضيع على الفكره هي خدمنا التجارب تاعنا ولمينا لي زيسي حقيقه ثم لي زيسي ما كانوش مواجهين على لي بوزيسيون ولكن كي شفنا لي زيسي تاعنا خاطر ثم على 2 سنوات ثم على 3 ثم على 3 عام كي شفنا لي زيسي طلعنا تيرينا لي كونكليزيون تاع لي بوزيسيونمون اللي هما زوج موبيدات نحكي هكا انا كوتي حقوق مانيش نحكي على البقوليات خاطر فيلوسوفي اخرى بالنسبه لنجاح موبيدات التربه احنا في تونس دو برودوي معناها زوج موبيدات بروسي فوكال والكلور دوليرا هذول زوج موبيدات مسجلين ويتباعوا في تونس خدمنا عليهم شفنا وقتاش يكونوا افيكاس النجاح تاعهم البلوس الفوكال باللازر هذيك استعملنا معناها الخط باللازر استعملنا مرحلة معناها 3 أيام بعد الزراعة وبالأحمر مرحلة 3 أوراق اللي كنا من عشب المجهول سي تي عام مجهول اللي سي ار اي لعل البلوس الفوكال كي نستعمل معناها بعد الزراعة بعد 3 أيام تكون النجاعة تاعو خير مما بعد ما يقطع ب3 أوراق مع الكلور توليرون تتعكس معناها هنا كنا شنو نجم نقول انا البروسيس فوكال راه منصوح به قبل ما يطلع لي قمح بعد ما نزرع قبل ما يطلع القمح الحقيقه تو ندخلوا في التفاصيل لكن الكلورتوليرون نجم نمشي به شويه بعد الزراعه لكن الوقت ايش حتى نشوفوا وانا نحاول نقدموا شويه هنا كاين الكلورتوليرون هنا كاين موسم 2010 2011 على زوج مواسم هنا كاين هم نشوفوا النتائج مرحله مبكره مرحله ورقه دوزيام فيك غير طالعه نتاع المنجور النجاعة تاع الكلورتوليرون فوق 80% وهنا كينا فوق 90% لكن كي وقلت به شوية من معناها 3 أوراق من العشب الضار النجاعة نتاعو هنا كينا في 50% معناها ضعف معناش نجم نقول هنا كينا الكلورتوليرون يلزم رانا نستعملو ما نفوتش بيه مرحلة ورقة ورقتين من العشب المنجور هذايا نجم نستعملو بعد ما يطلع لي قمح معناها البروسي فوكال هنا كينا عكسه تماما خاطر هنا كينا كي نبدا انا من هنا هنا كينا معناها المنجور طلع معناها القمح طلع من سيتادير المنجور طلع المنجور في مرحله ورقتين ورقه ورقتين البروسي فوكات النجاعه نتاعو في 20% بار كونت كي يبدا في مرحله هنا كينا 3 أيام بعد الزراعه وهنا 7 أيام بعد المزرعه مع قبل ما يطلع القمح كان الحقيقه التجربه هذه الكونديسيون تاع الملور القمح مازال ما طلعش في 7 أيام هنا كينا نشوفوا النجاعه نتاعو فوق 70-80% كان حاول نوصل هنا كينا في التجارب هذول تاع سمعت يا سلام تلقاني في احنا عندنا في تونس دو برودوي امور فيها على السريع معناها عالي حبوب اللي هو الكورتوليرو والبلوسي فوكال يستعمل المنصوب به ولا المتعارف عليه معناها من بعد الانبات حتى التسجيل لكن احنا بوزيسيون نقول البلوسي فوكال ما عندك من مرحله زوز اوراق ثلاث اوراق 3 أيام بعد الزراعة حتى 7 أيام ما يلزمكش توصل للإنبات تاع العشب الضار ولا الطمح
لكن الكلوردونيرون على العكس نتاعو نجم تعملو بعد ما تعقم انا لازم نعش بطاطا شرطي ما يفوتش ورقه ورقه في الماكسيموم تشرب الاورانجي ونونس والله عندي كلورتوليرون الطولي اكس اللي تباع في المارشي بون خاطر الحقيقه احنا وقعت الاشكاليه في حكايه تذكر الماتيريال كي ما تذكرش البروسي فوكال بسيلو بوكسير حاب نطقطق انا ما عنديش البوكسير والكلورتوليرون الطولي اكس اللي كان اسمه ديكاران ولا الطولي اكس الكلورتوليرون يلزم المنشور طالع اللي هو الطولي اكس ما يفوتش ورقه ورقتين تعمل البوكسير بالضبط نعم قلت لي تعمل بعد جزء بالضبط هي من احنا حاولنا نستعمل اما لا بوزيسيون احنا هنا كنا ظروف تعمل كيك بوكسر هما الزوز هاني انا فسرت استعمل بعد ما تزرع حتى المرحله تطلعش كتشوف حتى كده في التصريحات تاع فرنسا انا نعطيك في البوزيسيون مو هو تنجم تعمل اما وقتش تبروفيتي لو ماكسيموم من البرودوي هذا طبعا ما نورمالمون انا جو بارو هاني اكدت عليه هاني كاين دلا موفيزير تعملوا المنجود مازال ما بدش اي لا دلا موفيزير ديجا جينيرال هما يمطرو مع بعضهم جينيرال صديق بلي دوز عايش بلي سامحونا خلوا الديسكسيون من بعد باش ما نتعطلوش دوز هومولوجيه هنا كاين ثم فلاحه وطرح الحقيقه هذا السؤال هذا في لي جورني معناها في التريفليرانيه ثم اللي عنده مشكله الاقراء خاطر ثم مشكله وقت مطروحه يقول لك معناها نستعمل في التريفليرانين وانا عطيني دي بون ريزلتا التجربه هذه وقعت في بنزرت في متنين وثم اتيستاسيون تاع منجار سي معز كان حاضر معايا في الوحده احنا زرعنا لي ليجيميناز هنا كاين وزعملنا التريفليرانين حتى هنا كي جينا نزرعوا في السيريال عدينا سموار برك من هنا هذاك سم تريفليراني وعملنا الكونتاج تاع النوفي تاع البلان تاعنا لقينا هنا كاين ديجا بنين واضح ناقصه الاسطرة ناقصين هنا كاين القمح نفس الدرد السمي معناها القمح حاله كاسي وصل الطلاش لقينا معناها اللي التريفلي راهي هذا ينقص لي راهو 60% معناها من العشاء دونك هنا النصيحه نتاعنا اللي الفلاح يستعمل في التريفلي راني هو مش معقول ما غلط اما راك تشوف هنا كاين نقص لك 60% من الانبات و60% كان نعملوا بي ام جي قداش من نبدا سي دو لاجون ما وصلت يزرع 300 كيلو كمان استعملت غادي ما عملتش نعم استعملت غادي ما وصلت هنا كنا حاولنا نلخصوهم في اللافيش هذا بالله ما بدك نكملوا اذا كان ثم تساؤل نخلوه من بعد نحاولوا حاولت نلخصهم اللي كنت نحكي فيه كله في اللافيش هذا وعندنا من الاول معنا تحضير الارض من بعد هاو بروسي فوكار نجم نستعمله من بعد البذر بثلاث ايام حتى السبع ايام هذا البوكسير كما كنت نحكي او ما نجمش هنا كاين خاطر نستعمل واحد منهم نجمش نستعمل ننصح الكلورتوليرون البوكسير والتوليريكس واحد منهم ولا من بعد هنا كاين نستعمل التوليريكس في مرحله هاي التصوير نتاع المنجور يلزم ورقه ورقتين من بعد هنا كاين خاطر هما جينيرال مو لي برودوي هذا سون اونتي ريغرا معناها اكثر حاجه يمشوا على ريغرا بتتر انت عندك الحقنه نتاعك عندك الفلاريس السيبوس عندك القصيبه دونك تمشي بموبيل نجدي في المرحله هذيك من المرحله المعروفه من مرحله ثلاث اربع اوراق حتى ايش للتجدير معناها منصوح بها هذيك الموبيلات تدارك عاده نعملوها راهو للفرش اللي يطلع الاعشاب المخره شويه ببرودوي معناها ضد الفرش هنا كاين لكم في الموارد الحقيقه ربما تعرفوها على الاعشاب اللي عن المداوات هذا ايش نجموا نقدموا كبوزيسيون مو دي برودوي الموبيلات التربه اش نستنجو هنا كاين الحصول هنا كاين نرجع للي انت الحصول على نرجع افضل معناها هذيك راهي تعطيك لا مايور افيكاسيتي تاكيد خاصه مع مرحله المداويات ينصح استعمال ماده بروسيل فوكار اللي هو البوكسير بعد البذر وقبل الانبات مرحله 3-7 ايام الكلور توليرون اللي هو التوليريكس مرحله مبكره جدا من انبات المنجور اللي هي مرحله ما تفوتش ورقتين عقد ما توخر تضعف لك لا يمكن اعتماد ماده التريفليرانيه الحقيقه ردوا بيان هنا كاين اعتماد الجرعات التي لها اثر النجاع خاطر هنا كاينه تولي احنا عندنا ديزيسيل حقيقه ما الوقت ضغط شويه ما حاولش نقدمهم ليفيكاسيتي من لي برودوي هذول خاطر انت ولا انفستاسيون عندك
كي تزيد الانفستاسيون معناها كثافة العشب المنجور وتقوي في الدوزي، هل ترى تزيد ولا تنقص؟ الحقيقة بتاتر نشوفوهم في أيام أخرى. خدمة جيدة نردوا بينا، هل لي برودوي هذا يحبوا خدمة باهية للتربة ما فيهمش للطوب، ويحب تعمل الرولاج بعد ما تزرع توفر كافية معناها في التربة. لي ريزولتا هذا الرم لي ريزولتا وريتهم باش نبدو واضحين، ريزولتا ماترومتليين معناها وين ثم الميديتي وين ثم الواحد. تسميت جيد للزراعة خاطر تزرع مخر شوية وقت اللي القمح تالس هون دي برودوي راهم يعملوا شوية إجهاد في توكسيسيتي للنبت. فوالا نتائج برنامج مكافحة عشب اللوائح. شنو عشب اللوائح؟ هنا كاينة جينيرال ما تمشي في المناطق وين ثم شوية سخانة وين ثم شوية واللي عندهم الماء أكثر. خدمناها الحقيقة في تجربة في الشبيكة في الستاسيون تاعنا، دراسة تأثير خدمة الأربع أقلام المكافحة الكيميائية عليها العشب هذايا. نحاول نذكر وربما يعرفوه بعض الأخوين يعرفوه معلومات اللي اللوائح هذه كونفولفوريس أرفانسيس دي زورون دي شون راهي تتكاثر عنها عشان على حاجتين، بالجران بالكعبة وكذلك كيف يضعوا بالخضري بالليستونون اللي هي، لكن هذه أكثر دومينانس اللي هي بالريزوم، هذه أكثر واحدة معناها مهيمنة أكثر حاجة. خدمنا معناها خدمة الأرض اللي خدمة معروفة هي الحراثة السطحية والحراثة العميقة، ولا تعمل الركروزمون سكسيسيف معناها جرو لابور سكسيسيف. اخترنا مبيدات متقدمة الاستعمال كيف البيما واللي برودوي بوليفانون عندهم إيفي ولا ما عندهمش، نشوفوا النتائج. وعملنا مبيدات متأخرة اللي جينيرال مو فيها مادة الدوكاردي، لكن ثم في المارشي التونسي معناها في السوق نتاعنا ثم دي برودوي فيهم الدوكاردي فيهم الديكامبا، حابين نشوفوا اللي فيه نتاع لي موليكول هذولا مع كومبينيزون مع ترافاي دي سول. كان نشوفوا اللي كاين معناها تاثير الحراثه العميقه، اذا كان نعمل حراثه عميقه نقص حوالي 60% من العشب اللوائي، اذا كان نزيد نعاود ان دوزيام اني نقص نوصل ل 80%. لكن هذه كاينه تدخل ربما الدراسه الاقتصاديه وان شاء الله نعملوها مع مدير رجاء. نعم حتى البلوم تاع لا اي فوالا هنا باهي. هنا كاين العاملون الحقيقه ما نعرفوش الريبونس نتاع لي برودوي على العشب هذايا، خاطر ربما في تونس الحقيقه ما عندناش عليها بوكو ترافو ثم برا شويه. اخترنا الحقيقه مبيدات اللي نستعملوهم جينيرال مول الفلاح بيما كومبليت زدناها دو كادي في الاخر. هنا كاين استعملنا ان انتيغرامينيا افيك لو فاكتور، لاحظنا هنا كاين في البارسيل قسمناهم لاربعه. البيما كومبليت سي ان برودوي بوليفانون استعملوه ما عندوش حتى ايفيك نقارنوه بالشيت، جوست ليفي تاع معناها ترافي دي سول. البارسيل هذه كي زدنا ان دو كاردي اللي فيه كان في 75%، وهناك كان كي عملنا فاكتور بريسك متقاربين. دونك قلنا لهم الفهم المات دو كاردي راهم هما سون لي بلوز افيكاس على العشب الدار هذايا. زدنا طورنا شوي دخلنا دو كاردي وحده معاهم دو موليكيل مع الكومبينيزون مع الترافاي دي سول. هنا كاين البلازر هذايا البرودوي هذايا هو فيه زوج مواد فعاله دو كاردي بلوز دي كامبا، وبالاحمر فيه دو كاردي فقط. ونلاحظوا هنا كاينه في الكومبينيزون ما بين الحرث العميق العام الاولى العام الاول مع البرودوي هذا عطتنا نجاعه معناها 100% في الحقل اللي خدمنا فيه. لكن هنا كاينه في الجاعه ولا العام الثاني معناها نجاعه 80%. دونك شنو نجم نقولوا هنا كاينه في العشب الدار هذا بالحراثة العميقه ناكدوا على الحراثه العميقه الشريعه صور ما نستعملوش هاديس مع الكومبينيزون مع لي برودوي فيهم دو كادي ولا دو كادي هذاك اللي كان بار راهم لي برودوي عندهم اكثر نجاعه. وهذيك اذا كان صح هذا العباره الريسيت نجموا نعطوها للفلاح للعشب هذا. دونك تحدوا الحراثه العميقه هذيكين من عشب اللاوي بنسب معناها من 80 حتى 58%. انت معناها وليدي ديكونوميك تقول من هي الريسيت خير ان شاء الله نعملوها. كذلك من دو كادي هي اكثر نجاعه على العشب هذايا. اما الاحسن منه انه دو كادي وهم موجودين في تونس، راهم لي برودوي فيهم دو كادي دي كيما موجودين عندنا في تونس ويتباعوا ما فماش اشكاليه. راهي توصل مع الحراثه العميقه الكومبينيزون توصل ل 100%. لا البرنامج الاخر اللي هو الحقيقه عندنا فيه بوكو دو ريزلتات بزيو ريزلتات، لكن مش نحاولوا نقتصروا على اهم النتائج. البرنامج هذا في اطار اتفاقيه ما بين المعهد الوطني للزراعه الكبرى ولينار وكذلك معهد عالي البيوتكنولوجيا بباجة وشركة البيوبروتكسيون وسانجنتا اللي مولين كبارتي. الهدف نتاع البرنامج نتاعنا
تحديد أصناف المنجور المقاوم، نحددهم وين موجود لا ريزيستونس في تونس، قداش لي كلاس، وينهم أنواع العائلات الكيميائية. في الإطار هذا قمنا جمعنا العينات، مشينا للفلاح نقلنا ليه، خذينا من عنده السومونس نتاعو المنجور، وعملنا من عنده لونكيت على الباكي، معناها على الإتينيرير تكنيك اللي يستعمل فيه الفلاح في الحقل نتاعو، باش من بعد نشوفوا إذا كان عنده ريزيستونس شنو السبب اللي أدى للمقاومة. تحديد العائلات المقاومة في المخبر اعتمدنا ميثود تاع سانجنتا اسمها ريسك تيست، وكذلك اعتمدنا عندنا في المعهد في الليبو، خاطر لا سول ميثود معناها بلوز افيكاس ولا معناها تعطينا فكرة أكثر هي الميثود المخبرية في تعطينا الأصناف المقاومة. كذلك في بارتي أخرى مانيش باش ربما ماهيش معناها محل المداخلة، هي لي ميكانيزم دو ريزيستونس سي دو لا جينيتيك، تحديد الأسباب التي تؤدي هذا ربما هام، وهذا يخرجوه من خلال معناها لي زاناليز دي زونكيت. وضع خارطة توزيع مناطق المنجور المقاومة، تو نشوف معناها نوريكم الخارطة اللي وصلنا في الخدمة تاعنا. تحديد من بعد معناها لا سوليسيون، تحديد طرق التحكم والتصرف في المنجور المقاوم. في الإطار هذا عندنا ديزي سي انستالي في فريتيسا في ماطر اللي نحيوهم الحقيقة عاونونا بالبدا، على مساحة 4 هكتارات، ماهوش ديزي سي سيونتيفيك، مساحة كبيرة معناها كيما باللي كونديسيون تاع الفلاح. خدمنا باش نشوفوا الحلول ونشوفوا بعض النتائج. المناطق نتاع التدخل البرنامج هذا بدا 2010 2011، العام الاول خدمنا وين الاشكاليه مطروحه اكثر، شيرة بنزرت ماطر بزير السويد كانت الحقيقه البروبليم تاعنا ثاني كان، والعام الثاني اللي هو بالنقد تعدينا المناطق باجه جندوبه عندنا غادي كينا، والعام هذا خدمنا مناطق الكاف وسليانة وزغوان، رغم انه العام اللي تعدى كما تعرف كان شيح، لكن وصلنا لمينا بعض العينات. لاحظوا هناك هنا البنزرت لمينا منها قرابة 54 عينة، معناها النتائج نتاعها حاضرة، وباجة ثنا أغلب النتائج حاضرة، كذلك ولاية جندوبة نتائجها حاضرة. بقينا السنة إن شاء الله مش ندخلوا في العام هذايا، الكيف سليانة زغوان أريانا منوبة وبن عروس، وصلنا أوتوتال معناها بريسك 167 عينة، هذايا إن شاء الله مش يعمل نعمل بهم التيست. الميثود الأولى هي ريسك تيست، تيست دو سانجنتا، هذايا مخبرية بروبرومون ديت سي أكاديميك، معناها تقع في المخبر نتاع المالوربولوجية نتاع لينات بشراف مدام فوري سويسي، وهذا اللي ليزيسي قمنا به أون بو معناها للتأكيد إذا كان شفنا ثاني كاين ريزيستونس للبرودوي هذا، عملناها أون بو قربناها أكثر معناها لي كونديسيون نتاع الحقل، عملناها عندنا في الانستيتي، ومعناها بور كونفيرمي لي ريزولتا دو لابوراتوار ولا لا الهدف نتاع التجربة هذه. ومن بعد خرجنا للحقل وين عملنا النتائج تاع هذول الخرايط بالنسبة للعائلة الكيميائية. الحقيقة اخترنا زوز عائلات كيميائية الفوق اللي أكثر استعمالا من عند الفلاح وموجودين في تونس، والسي الفوق اللي معناها هذول العائلات الكيميائية المتداولين بصفة كبيرة عند الفلاحة، وين فما هكا النتائج. نلاحظوا اللي كاينة الضخمة هذيك وين فما ريزيستونس من 80% ل 100%. في الفوق العائلات الفوق كيف توبيك كيف بيما هذول لي برودوي من عائلات الفوق اكثر معناها منتشرين في ماطر، وعندنا بزير سود معناها اكثر مثلا كونسونتري تاع العائلات الكيميائيه. انا نعرف حسب ليستوريك ولي زونكيت اللي قالولهم الفلاح غادي اللي توبيك بتاتر يستعملوا فيه من عام 87 88 على فيه. كذلك ثم مناطق مزاد كيف في هنا في بيتيك، وعندنا شوية بوسير مغربي ما ومن ثم ما عندناش معناها عينات مقاومة. بعد كونتر سيفو نشوفوا إيباردو في كل البلايس موجودة، معناها موجودة هنا عندنا في تستور، موجودة عندنا في بوسالم، حتى في كرلانة موجودة وفي بنزرت، لكن لا فريكونس معناها التردد نتاعها أقل من الفوق. هذا كان نرجع معناها حتى للسيت تاع ريزيستونس العالمي نلقاو اللي معناها لا لا اس نيبيتور لا اس من عائلة سيفو قاعدة تتطور أكثر من فوق العينات الأخرين. هنا كنا ندخلوا في التجربة الحقلية، خذينا حوايج دي ساكس يعمل فيهم فلاح، تأخير موعد البذر، تأثير الحراثة معناها التداول الزراعي، خذينا لي ساكس اللي نجم الفلاح يطبقهم، ما نجمش نجيبوا له معناها حاجة بتات ما نجمش نقول عليها فلاح. هنا كنا بقى هي نتائج الحقيقة نتاع عامين أنا خذيت نتاع عام، حاول باش نعطيكم فكرة ولخصتهم في عندي أخو. الحراثة العميقة السطحية وصلت نقصت حتى 80% حتى 80 70 80% معناها من
كثافة المبدئية لعشب المنجوم. تداول المزروعات هذايا من خلال الجرافيك هذا يبين لنا كل معناها كيفاش مشي تنقص الكثافة نتاع العملون. هذي كان الحق هذا راهو فيه كثافة 1400 نبتة في المتر المربع. سي سيت اون بارسيل تري انفستي معناها محيطها ضمن بالريغرام. هنا كاين تأثير معناها هنا ضد السنين معناها نوخر الشهر بريسك لي كونديسيون تاع الريح العمليه عطتني بريسك معناها في كل معناها حقل 80%. هنا كاين تداول زراعي ثنائي وثلاثي راهم هنا كاين حقول خاطر مقسمين على ثلاثه وحدات تهاو الديفين تاع التداول الزراعي باينين هنا 20% 30% وانا حوصلتهم معناها في الجرافيك هذايا. احنا كان نبدو هنا كاين شكلنا لي موان تاع العام العدى والعام القادم وشوف التأثير نتاع كل حاجة. أول حاجة الانفستاسيون سي كونسيدير معناها إذا كنا نعتبروا 100% انفستاسيون الحقل تأثير التداول الزراعي الأولى نقص لي 20%. من بعد هنا كاين موعد البذر كي نوخر دو دو سومان ولا تروا سومان يزيد ينقص لي بوقراط 40% تنقيس نقصد ليهم فوق. هنا كاين تأثير فوسومي اللي عنده إفيه خارق العادة ومستعمل كذلك البروم والمجهول المستعصي. الحراقة العميقة حوالي 50% نقص لي عقد ما نزيد معناها اون اوبسيون اذا كان صحة القرار اذا عقد ما نزيد حاجة عقد ما ننقص معناها افة زراعية. هنا كاين الحراقة مع موعد البذر. هنا الحراقة مع موعد البذر الماء الوهمي للفوسولين مع موعد البذر معناها كومبينيزون مع بعضهم. هنا كاين تأثير الحراقة البذر الوهمي مع موعد البذر مع التداول الزراعي. هنا لما يركم بينيزون خاطر نحن عندنا اسي تاع الترنونس تاع دي فامي شيميك تداول المبيدات. هنا كاين تأثير الحرارة مع البذر الماء الوهمي مع موعد البذر مع التداول الزراعي مع تداول المبيدات وصلنا معناها بريسك اوني انفستاسيون من 100% وصلنا 10%. والتجارب ان شاء الله مازالت معناها فيهم مزيان. البرنامج المستقبلي نتاعنا نتاع 2013 2014 التحكم في الاعشاب الضاره مش نواصل الحقيقه مع عشب البرون فماش حوايج جديده فماش دي برودوي جدد نخرجوا عند الفلاح نخرجوا كما حكينا مع المدروبيات في البرنامج هذاك راه ديما متواصل. تسجيل المبيدات معناها نخدموا فيه كل عام مع الاداره العامه لحمايه النباتات. المنجور المقاوم اللي ان شاء الله البيزيسي نتاعو يمشي لهم واسنان البيزيسي دو تيران والكويك تيست بيسي دو لابوراتوار ان شاء الله يكون واسنان ان شاء الله العام الجاي تبدا اون ريسيت ولا اون كومبينيزون معناها للفلاح حاضر اكيد عندنا دي زاكي مي تبدا العام الجاي البروجي يكمل ونكملوا الدوره الزراعيه خاطر كنا عندنا 3 سنوات وعندنا معناها دي زيسي داسورمون ترينر دونك العام الجاي يكمل داسورمون ونعطوا اون ريسيت معناها اللي كان صح للفلاح. مكافحه الاعشاب الضاره والبقوليات معناها في الفلاح الحاضر اللي هو بروجي كان في فرنانا وعن بعض وخيرنا فرنانا فلاح حاضرين معنا اليوم هنا. عشب الحمرة اللي مطروح سيرتو عندنا في كيف وسنيانا مطروح على العملات هذه أنا مش قلت الحل للميت بالفري عطونا ذا الحل عملنا إن شاء الله مش تصير في الكونفونسيون دينا في الإزيسي مع لنا تحقيقة خاطر لاقي فاسيليتي مع اللابوراتوار دو ماربولوجي في لنا ترافاي سون نخدموا بعد نعمل كونفونسيون في رامزير. عملنا ديزيسي إن شاء الله تاع تجارب مكافحة عشب الدوايا وعملنا مش نعرف ديزا عملنا كيك لونكير مش نعرف دوتر لونكير مع لي زيرا ديز دي سول باش نشوفوا نعملوا ان بروجرام دوبي ضد العشب هذا. بون التحكم في الاعشاب الضارة مش نعطي خاطر ما قدمنا في حد شيء ما عندنا في برنامج المستقبل هو رسم خرائط انتشار لبعض حشرات الحبوب سيرتو لا مش دهيس ولا مش دولوج وكذلك اللي انتشرت العلومات الاخرانية هي مشكلة البيسونون الزيلي والصفيتي اللي موجود في المناطق وصل حتى معرفة أوبتيك سنين وصل حتى قلعة الأندلس. ثم مع عنصر أخر مداولات بذور الحبوب بطريقة مركزة فينا نحبوا نشوفوا الإفيه نتاعها على حشرات الضاد ليزانسيت دي سول كذلك حشرات الأوراق. والبرنامج الثاني هو حشرات البقوليات الجافة أهمية مداولات البذور المركزة مدى تأثير على حشرة حفيرة الساق الفول وأثر ذلك على المعدول إن شاء الله نعمل إن كان نشوفه بقرب مع التواجد بتاع العشب الضرهاب به قبل ما نختم نحاول لي شغل خاص معناها اللي خاطر عندنا في لجنة بتاتا بوخيم كل ما يسمعوش بها لجنة التصرف في الأعشاب المقاومة بتونس معاش إذا كان صحيح باسم الكيكة عن مدام فوالي صلاح إذا كان غلط. نشكر كذلك شركة بيو بروتيكسيون سانجنتا الحقيقة اللي مولوا معنا جزء معناها مع ناس بي تي مولوا جزء معناها في نوت بروجي ريغرا ريزيستون ضيعنا نموذجية أفريتيسة
اللي أبار معناها ديزيسيون تاع الرجلة، عندنا ديزيسيون تاع الجروم، عندنا ديزيسيون تاع كومبورت موفاليتال الحقيقة اللي معناها لاقين كل الدعم منها. لقيادة المدوليات اللي عاونونا في لي زونكيت، عاونونا في تنقلاتنا، عاونونا في إرسال التجارب معناها حقول المشاهدة، نشكرهم ونشكر بالطبيعة كل من ساهم في نجاح هذا البرنامج. بارك الله فيكم.